حكايات كتير جوه كل بيت. حكايتي هي العيلة وحقها في معرفة كل شيء عن صحتها وسلامتها وسلامة ولادها. وأنا حكايتي مع كل المشاكل اللي بتقابلنا، وبالذات حكايته هو مع هي. وحكايتي أنا جوه الكتب وسطورها وموضوعاتها اللي بترسم صورة أوضح لحياتنا. يحكى أن من مسبيرو أصل كل الحكايات. يحكى أن مع إيمان مختار الاثنين السابعة مساءً على قناة مصر الأولى.